عليكم متابعين ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين الصحة، لاباس؟ كيف صبحتو؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم. يعني كنتمنى من الله تكونوا ماشي في رمضان بخير وعلى خير. الاخوان ان شاء الله يا ربي، اليوم غنشارك معكم واحد الروتين يعني ديال بادية. باقي الصباح دابا نتوما كتشوفوه. ان شاء الله يا ربي غنعمل العرسه، غرسه كنقولوا لها حنا عندنا في الشمال ديالنا، في اللغه ديالنا كنقولوا لها العرسه. غنعمل واحد بلاصه يعني فيها غنغرس مطيشه والفلفل والبرانيه والقراع. المهم ان شاء الله يا ربي، دابا باقي عاد خارج من الدار، كما كتشوفوا عاود معايا، عاود صباح معايا بغالي انا عاود فين هو. المهم كما كتشوفوا اخوتي، ان شاء الله يا ربي غنجوز دابا، غنخلف شويه الطريق وغنكون معايا ريح ريح. هادنا غنجرب بغال في يدي، وغيكون عندي شويه المواعن في يدي، الفاس والشقور وشي حاجه غيكون عندي مهجوزه في يدي، ما غنقدرش نصور لكم حتى نوصل للبلاصه ان شاء الله يا ربي، ونشارك معكم كيفيه يعني دا الخطوط دمطيشه والغراصه ديالها ان شاء الله يا ربي. يعني المهم دابا غنعمل خطوط العرسة، باقي عاد غنطلع ان شاء الله يا ربي، غنمشي للفيلاج نجيبها ان شاء الله يا ربي، وملي ان شاء الله يا ربي غنجيبها غنشارك معكم طريقة الغراسة ديالها، وغنشارك معكم ان شاء الله يا ربي مرحلة بمرحلة، والسقي ديالها وكاد كبار ان شاء الله يا ربي، حتى تشوفوا ونشوفوا الغلة ديالها ان شاء الله يا ربي. والمهم خليكم معنا، وفرجة ممتعة. دابا ان شاء الله يا ربي غنوصل للبلاصة وغنكمل لكم ان شاء الله يا ربي التصوير. السلام عليكم. شوفوا اخوتي، انا وصلت للبلاصه مضى عليها من العرسه، كان عندي فيها كان عندنا فيها الفول يباون، ودابا ان شاء الله يا ربي غنحيدهم تجنا وتسالاو، غنحيدهم ان شاء الله يا ربي. كباقي فيهم واحد شي حاجه هي فين، هي في الارض جنيده بغال ديالي هو مربوط قدامي كيرعى. وانا ان شاء الله يا ربي اخوتي غنشارك معكم، يعني هنا كان عندنا الفول ان شاء الله يا ربي، وغنحيدهم دابا جنيتهم الجنيه الاخريه ما بقيش فيهم، غنحيدهم ان شاء الله يا ربي، وغنبدا نعمل بلاصه مطيشه وفلفل. المهم اخوتي انتم معنا ان شاء الله يا ربي، دابا نوقف حتى ان شاء الله يا ربي غنحيد هذا الفول، وغنشارك معكم طريقه الخطوط ان شاء الله يا ربي العرسه. فرجه ممتعه. Thank you.
عليكم المتابعين ديالنا، كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير هانيين. في الصباح ما قدرتش نكمل لكم الفيديو حتى الاخر، بقى لي مشكل في التصوير، ودابا ان شاء الله ربي رجعت في العشيه يعني نوريكم الشكل النهائي ديال الخطوط، يعني ماشي نهائي المرحله يعني ديال الخطوط ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا هما الخطوط هادو ان شاء الله يا ربي، كل خط غنعمرو ان شاء الله يا ربي، غنجيب له الغبار وغنعمرهم بالغبار وعاود غنعاود نخدمهم، وان شاء الله يا ربي ديك الساعه عاود عندنا نغرس فيهم، غنوريكم عاود نشارك معكم طريقه الغراسه ان شاء الله يا ربي. المهم هنا في الباديه كنعملوا عريس على قد الحال، كل واحد كيعمل ديك العريسه ديالو، هادي كنتقاضاو بهم حاجه ان شاء الله يا ربي. العرس غنشاركها معكم من البدايه ديالها ان شاء الله يا ربي حتى الاخر ديالها، واليوم اليومين من سيمانه لسيمانه ان شاء الله يا ربي غنعمل لكم عليها فيديو وتشوفوا مطيشات البلاد ديالنا والفلفل. وهذه المهم مقتطفات فلاحيه بسيطه، كنتمنى من الله دنا الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه، والسلام عليكم.